السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة رافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. إذن مشاهدينا، نبدأ ملفنا الأول بالحديث عن الدعوة التي وجهها ناشطون ومتظاهرون وعائلات الشهداء والجرحى في ثورة تشرين إلى العراقيين للمشاركة الحاشدة في تظاهرة يجري الإعداد لها يوم الثلاثاء الأول من شهر تشرين أول المقبل، أي بعد يومين من الآن، في ساحة التحرير ببغداد ومدن أخرى، تزامنا مع الذكرى الخامسة لانطلاق ثورة تشرين. وفي مؤتمر صحفي عقد ببغداد وشارك فيه أمهات وآباء وعائلات شهداء تشرين وجرحاها ومغيبيها أيضا، وجه المشاركون رسالة إلى الشعب من الذين شاركوا في تظاهرات تشرين على مختلف مشاربهم، وإلى كافة الضمائر الحرة التي ساندتهم فيما وصفوه بالصولة الشعبية ضد الفساد ونظام المحاصصة المقيت، لاستذكار هذه المناسبة العظيمة على قلوب كل العراقيين والتواجد في ساحة التحرير في الأول من شهر تشرين الأول للمشاركة في إيصال صوت الحق المطالب بوضع حد للسلطة الحاكمة والتي تتوغل في طغيانها وفسادها، مستمدين القوة من شهداء تشرين ومتمسكين في الوقت ذاته بالمطالبة السلمية لاسترداد الحقوق المشروعة. فلنشاهد معا. إلى أبناء العراق الغيار الذين وضعت أقدامهم ساحات المنازلة، وكذلك الضمير الإنساني الحي الذي ساند ووقف مع تلك الصولة العظيمة، تدعوكم عوائل شهدائكم وجرحاكم ومغيبيكم وكل حسب مشاربه إلى الحضور في ساحة التحرير يوم 1/10/2024 للمشاركة في إيصال صوت الحق وهو صوت شعبكم لهذه السلطة، والتي يوما بعد يوم تتوغل في طغيانها وفسادها، مستمدين قوتنا من الله عز وجل ودماءكم التي سفكت، ومتسلحين بسلاحنا الذي حافظنا عليه وهو السلمية. ومن هنا نحذر الذين يريدون ان يستغلوا ثورتنا والتي صنعت بايادي ودماء عراقيه طاهره، باننا سنكون لهم بالمرصاد وكشف مبتلاهم، سواء كانوا من الداخل العراقي او الخارج، معززين بذلك الجانب الأمني لبلدنا وشعبنا العريق. إذن ومع قرب حلول الذكرى الخامسة لثورة تشرين، تتصاعد المطالب الشعبية في العراق بكشف مصير المختطفين والمغيبين ونشطاء الثورة. ويرى مراقبون أن أساليب خنق الأصوات الشبابية الرافضة لسطوة وبطش الميليشيات تجري بأساليب مختلفة، مثل الاختطاف والقتل والاعتقال والتخوين واتهام الشباب بالعمالة وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة وغيرها. وأكدوا أن سطوة الأحزاب والميليشيات المسلحة قائمة على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير، وهذا ما يحدث منذ عدة سنوات من الآن. ولفتوا إلى أن الحكومات المتعاقبة دائما تلجأ إلى سلاح ترهيب النشطاء للهروب من أزماتها، والأجدر بها أن تصدر دعاوى بحق من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء، لا بمن يطالبون بوطن خال من الولائية وإعادة بناء العراق من جديد بعدما دمر الاحتلال وأذنابه كل مؤسسات العراق، حيث مكن الفساد والفاسدين من تصدر المشهد في البلاد. وأضافوا أن استهداف الناشطين والمتظاهرين سيزيد من زخم التظاهرات الشعبية في ظل التغاضي الحكومي عن جرائم الإخفاء القسري وإفلات عناصر الميليشيات من العقاب. وبالتزامن مع ذكرى الثورة، ثورة تشرين، أو بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة عفوا لاختطاف وتغييب
ابنها من قبل الميليشيات، ناشدت والدة المتظاهر المغيب سجاد العراقي الأحرار وأصحاب الضمائر الحية، ناشدتهم للوقوف معها في اعتصامها المفتوح أمام ديوان محافظة ذقار لحين الكشف عن مصير ولدها، حيث إنها وعلى مدار 4 سنوات قابلت العديد من المسؤولين وآخرهم كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولكنها لم تحصل إلا على وعود كاذبة منها. فبالرغم من أن العناصر التي اختطفت ابنها معلومة لدى الجهات الأمنية ومعلومة لدى جميع الشعب، ولكن لم يتم فتح الملف من جديد لمحاسبة الجناة والكشف عن مصير ابنها المغيب. فلنستمع إلى جانب من مناشدة أم سجاد. وليدي سجاد العراقي من قبل ميليشيات الظلام، وإلى الآن لم يكشف مصيره أو يحاسب من كان وراء اختطافه. طبعا الجميع يعلم بمعاناتنا منذ 4 أعوام، وإلى الآن ونحن نصرخ بأعلى أصواتنا ونناشد، عسى أن يكون هناك شخص من الطبقة السياسية يسمع هذا الصراخ، ولكن للأسف الجميع لم يبدأ اهتمامه. التقينا بكثير من السياسيين والقيادات الأمنية وآخرها برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإلى الآن لم نرى شيء من وعوده الذي وعدنا بها الكشف عن مصير ولدي ومحاسبة خاطفي، وأيضا كالآخرين تجاهل مناشدتنا. لا نعرف ما هو السبب الذي يمنعهم من فتح هذه القضية بالرغم أنها مكشوفة لدى الجميع ومعلومة أسماء الخاطفين وصادر أحكام بحقهم. لذلك مناشدة بألم وصراخ وبقلب محترم من أم تريد معرفة مصير ولدها، إلى أصحاب الضمائر الحية، إلى الرجال الذي لا يقبلون بالظلم، وأنا اليوم ابنتكم وأختكم ومناشدكم ونطالب العون والمساندة من الجميع. والله يا أم سجاد، ليس سجاد فقط هو من نطالب بالكشف عن مصيره، ولكن شباب كثير من العراقيين. فلنتابع كيف علق العراقيون وتفاعلوا مع هذا الموضوع. علي الكناني قال: الله يفك أسرى وينتقم من الخاطفين واللي وراهم، يا حزب يا تاج راس وخط أحمر. الزايم قال: الله ينتقم منكم، شنو ذنب الشباب بعمر ورود؟ يموتون بس جريمتهم، يريدون وطن حالهم مثل حال باقي بلدان العالم، يريدون أن يعيشون بعز وكرامة، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. على مقتدى الصدر وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي ومالكي، وعلى كل ظالم ظلم شعب العراق باسم الدين. الواسطي الزرقاني قال: إلى الله مشتكى، ماكو حكومة، هذه الحكومة أصبحت غطاء للقتل والخطف والفساد وبيع البلد، هذا دور الحكومة فقط. رعد عزيز علق قائلا: سجاد فخر لكل عراقي يحب بلده ويضحي من أجله. نسمى العامري: حسبنا الله ونعم الوكيل، وين راحت هاي الشباب؟ علي: أين ذهب ابن هذه المسكينة إذا كان من تشرين؟ هل يحل سفك دمه؟ إذن هذه كانت التعليقات على هذا الموضوع. وبتعليق علي ننتقل إلى ملفنا الثاني لهذه الليلة، حيث سنتحدث فيه عن ما تعانيه أغلب المحافظات في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن من تلكؤ تنفيذ المشاريع بسبب ضعف الشركات المنفذة وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، ما أدى إلى ظهور مشاريع وهمية. على مدى السنوات الماضية تعلن الحكومة عن مشاريع مهمة وتقيم حفلات وافتتاحات كبيرة لوضع حجر الأساس لها وترصد لها مبالغ مالية كبيرة، لكن أيا من تلك المشاريع بطبيعة الحال لم تنفذ على أرض الواقع. ويرى جمع من الخبراء أن أبرز أسباب تلكؤ المشاريع يرجع إلى غياب التخطيط وسوء الإدارة، إضافة إلى الفساد في حالة المشاريع. وأضافوا أن سوء التخطيط يتمثل بإحالة آلاف المشاريع في سنة مالية واحدة دون الاكتراث بإمكانية إدامة واستمرار التنفيذ في السنوات اللاحقة، والتي كانت السبب في توقف الكثير من المشاريع بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض قيمة الموازنات المالية.
وفي هذا الإطار انتقد أحد الناشطين من محافظة ذي قار التلكؤ في مجسر إبراهيم الخليل مطالبا بأسلوب تهكمي بضم هذا المجسر لقائمة التراث العالمي للمشاريع المتلكئة. وأفاد الناشط أن الشركة المنفذة تتذرع بتأخر السلف المالية لإكمال المشروع وسط تساؤلات عن مصير الأموال التي رصدت له في عام 2021 في ظل حاجة محافظة ذي قار لإنجاز مثل هذه المشاريع مع تفاقم معاناة الازدحامات المرورية والتي من المتوقع أن تزداد مع بدء العام الدراسي الجديد. فلنشاهد مع المشاهدين الكرام. طبعا هذا مجسر إبراهيم خليل، هذا على وضع والله نشأنا، لا أكو مسؤولين، لا أكو أعضاء محافظة، لا اللجنة بالبرلمان، أعضاء محافظة ذي قار حققوا يشوفون شنو الشركة، شنو الأسباب متوقفة الشركة عن العمل، يعني أكثر من نص سنة، خمسة أشهر عفوا ست أشهر، هذا وضع مجسر. وهذا من ضمن مشاريع 21 محافظة ذي قار تلميذ القالين محافظ، هذا المشروع من ضمن صلاحيتك، يعني أنتم الشركة تحجج يقول السلفة ما مطيني، هسه نريد نعرف راس امر رجلينه، الخلل بالشركة، الخلل بالجامعة الأهلية، الخلل بالمسؤولين، يعني ما معقولة مجسر هذا على وضعه، الأموال مال مجسر بال 21 صرفت له وين راحت يعني؟ غير باقي المالية ومن ضمن مشاريع محافظة ذي قار، هسه احنا نطالب وزارة الثقافة بشمول هذا المجسر من ضمن لوائح تراث محافظة ذي قار. يعني بالنسبة بقى على وضع هذا أربع سنوات على هذا، نريد نضيفه من ضمن لوائح التراث العالمي لكثرة مشاريع المتلكية، من ضمن هذا المجسر باقية روافي صعدوهن ودينك، وهذا وضعنا، وإحنا على أعتاب دوام 11 ونفس الحالة، هم نجيب الازدحام ورد الازدحام، وأغلب المشاريع تبدي بداية الدوام. إذن بدوره انتقد أيضا أحد الناشطين من محافظة النجف بطء أعمال الصيانة لجسر الكوفة، حيث كان المراد تغيير الفواصل الحديدية للجسر مع الأرصفة، وتم تحديد سقف زمني مدته لا تتجاوز الشهر الواحد، إلا أنه بعد مضي خمسة أشهر لم يكتمل العمل به بعد. فلنتابع. نحن مضيق البسفور اللي بتركيا، من الجانب الاوروبي ومن الجانب الاسيوي، مثل ما تشوفون هذا الجسر بزمن البكر عام 1954 انبنى جسر الكوفه، صار له خمس اشهر على هاي، شنو يبدلون؟ هاي الجوينات مثل ما تشوفون هذني الجو، ويبدلون هذني الارصفه، يوخرون هذني القديمات، شوفوا مساكن الجسر من تي، جسر قديم ما يصلح، شوفوا بدلوا الجوينات وبدلوا هذني بالارصفه، صار لنا خمس اشهر وهو مطي للمقاول شهر. طبعا هاي يوميا الازدحامات، هذا الجسر الحديدي وجسر الامام علي، وهذا مقطوع خاصه بالدوامات، الدوام الصبح والنوب جايه دوامات مدارس، والعصر والظهر هيجي الناس تصيح الغوث، يا معودين متنه لكتف وبسنه، هي تبديل بس هالصفه منا ومنا، جسر شوفوا متاكل اصلا، ولكم بهاي الخمس اشهر الدول العالم تبني ناطحات سحاب، تبني مترو، انفاق جسور معلقه، خمس اشهر تبدل رصيف، ولكم هيئه الاعمار اللي متابعه المحافظ الاعضاء النواب الدنيا. وفي بغداد التي تتبجح حكومة الإطار التنسيقي ببناء الجسور فيها باعتبارها منجزا من إنجازاتها، تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يوثق انهيار جسر اللاتوبجي قيد الإنشاء في بغداد، ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع كيف انهار القالب الخشبي للجسر أثناء عمليات صب الخرسانة المسلحة. أثار انهيار الجسر الكثير من الانتقادات والتساؤلات في الوقت ذاته حول سبب انهياره بهذه السرعة. فلنشاهد معا.
إذن كما شاهدنا هذا كان جزء من انهيار جسر التوبجي في محاولة منها للتغطية على هذه الحادثة التي أثارت مخاوف الرأي العام من جودة ومتانة الجسور المنجزة. قدم المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان استبرق صباح بعض التفاصيل عن حادث انهيار جسر التوبجي الذي شغل بعض الناشطين في العراق وأثار العديد من التساؤلات والانتقادات كما ذكرنا. وقال صباح إن سبب انهيار جسر التوبجي في بغداد هو حدوث هبوط في جزء من القالب نتيجة لضعف في أحد الثقالات الحاملات مما أدى إلى انهيار كامل للدعامات. وفي موازاة ذلك سارعت السلطات الحكومية إلى وضع غطاء على شكل مشمع أو مشمع على شكل غطاء فوق الجزء الذي انهار ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب في محاولة منها للملمة الفضيحة ومنع تصويرها كما حصل مع أحد الإعلاميين الذين توجهوا على الفور لموقع الجسر لإعداد مادة صحفية الذي سنستمع لشهادته في المقطع التالي قبل عرض التعليقات. أمس على جسر 14 رمضان والتطوير الجديد اللي يربط منطقة الطوبجي بمنطقة الكاظمية، شفنا أجزاء من الجسر وقعت وجينا اليوم كصحفيين نريد نستفسر أن الشركة الموجودة شنو أسباب سقوط الجسر، شنو الأسباب اللي تقف على خلفية سقوط الركائز لهذا الجسر. من الممكن تشوفون الآن غطوا من الصبح، طبعا تم غطاء الأماكن المتضررة حتى يقومون برفعها، وإحنا كصحفيين ردنا نعرف من الشركة شنو الأسباب اللي خلت الجسر يوقع هو بعد بمرحلة الإنشاءات الأولى، حتى نعرف أنه هل هو راح يكون الجسر آمن للناس مستقبلا، شنو التفاصيل اللي راح تكون به. لكن تفاجأنا، حولونا إلى مقر الشركة اللي صاير أسفل هذا الجسر، لكن للأسف من وقفنا بباب الشركة قالوا إحنا ما عندنا تخويل حتى نصرح لكم. طبعا هاي النقطة ما عندنا تخويل حتى نصرح هي جزء من عمليات التهرب اللي تتبعها الكثير من الشركات حتى ما توضح للرأي العام. اليوم عندنا آلاف الناس ببغداد أو ملايين الناس تسأل عن الضمان اللي من المفروض يكون به الجسر، شلون الناس راح تمشي عليه، آلاف السيارات يوميا. أنا من الناس شخصيا ممكن مستقبلا أخاف أمشي على هذا الجسر، ليش؟ ما أعرف شنو الشروط المتبعة إذا جسر قيد الإنشاء يوقع، غير تطلعون وتصرحون للناس. إذن كيف تفاعل العراقيون مع هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. ميثم ناجي قال المفروض الجسور تتولاها شركات رصينة مو شركات عراقية هدفها البوغ. عفوا. رجاء الربيعي قال هاي نتيجة الغش بالخرسانة، لو كانت المواد بكميات مضبوطة ما كان انهيارة بهاي السرعة. أبو منتظر التميمي جسور زرق ورق أو زرق ورق همزين هسا وقع خلال الإنشاء كان سوى كارثة لو بعد الافتتاح. علي الحلفي يقول كل الجسور في العراق الجريح معرضات للسقوط، الآن العمل غير صحيح والسرقة قاعد تزداد في ظل حكومة الإطار التنسيقي العميل والحرامي. على حد وصفي علي. أبو أحمد شهاب السراي يقول هاي الجسور مال محمد شياع كلها قلاوات ومغشوشة ما راح تطول لأن العمل مغشوش وبيه فساد وراح يبين كل شيء بعدين. أبو علي الخفاجي يقول شغل بين المقاول والمهندس وشغل تلزيق هاي نهايته، عبالة يمشي سنة سنتين لكن الله بالمرصاد. إذن هذا كان تعليق علي الخفاجي، وننتقل الآن لنستقبل اتصال من بابل. عبد الرزاق حياكم الله أخوي عبد الرزاق. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. حياكم الله وسعدتم مساء. في موضوع حاب تحكي فيه أخوي عبد الرزاق ولا تحكي عن موضوع الجسور؟ بالبداية هي كلها نفس كل الكلام، هو يؤدي إلى روما إلى مشاكلنا، يعني مثل ما يقول كل الطرق تؤدي إلى روما، إحنا كل اليوم كل الكلام يؤدي إلى مشاكل العراق. يعني إحنا هاي المأساة اللي جاي نعيشها أستاذ عبد الرحمن، فأي موضوع اللي ندخل به هو على مأساتنا وعلى معاناتنا. بالنسبة للجسور أستاذ عبد الرحمن، بالنسبة للجسور، الجسور ما دام
ما توجد حكومة تدير عمل المشاريع فحتما يكون أكو هناك ضعف في البنيان، ضعف في الرسانة، لأنه عن طريق الأشخاص اللي تابعين للأحزاب فحتما ما يكون هناك عمل صادق، حتما يكون بتلزيق مثل كل المشاريع اللي شفناها. فأخي أستاذ عبد الرحمن، إحنا اليوم يعني جاي نشوف العراق يتجه للهاوية عن طريق الأحزاب اللي جاي تقود العراق والدخلة مشاكل دولية. فاللي جاي نشوفه إحنا اليوم ما عندنا حكومة اللي تقود البلد، أكو مافيات، أكو عصابات هي اللي تتحكم بالبلد، وهذا هذا الشيء يعني خطر الصراحة. إحنا أستاذ عبد الرحمن وإنت والمشاهدين والكل يعرف بأنه اليوم العراق يتعرض إلى هجمة من قبل أعدائه، أعداء اللي أو بالأخص اللي من الداخل أقصد، يعني الهجمة الشرسة اللي الميليشيات اللي جاء اليوم تسترخص الدم العراقي وتريد تدخل الفرد العراقي أو الشخص العراقي إلى مسائل إحنا بعيدين عنها صراحة. خلينا أدخل شوية وياك بالموضوع أستاذ عبد الرحمن. إحنا مشاكلنا كافية علينا، إحنا ما نقدر نبني جسر، فجسر ما نقدر نبني، ما نقدر نقدم خدمة. مشكلة الجسور أخوي عبد الرزاق، مشكلة الجسور يعني سبب الأساسي من الممكن يكون البوق. قد يقول قائل البوق كل مكان في بوق، فليش تجون على العراق بس وتحجون؟ فشو يعني شنو ممكن نرد على مثل هيك أشخاص؟ البوق في كل مكان. أستاذ عبد الرحمن صحيح، أكو إحنا جاي نشوف أكو دول صح عندك، هذه يعني دولة مثل ماليزيا اللي نهضت بشعبها وبلدها، ما قالت اللي ماكو بوق، أكو بوق، لكنه يا أخي أكو ناس تباوع للبلد، مصلحة البلد يا أستاذ عبد الرحمن، مصلحة البلد أهم شيء. إحنا المشكلة مالتنا مصلحة البلد ما نخليها بالاعتبار، ما نخليها بالمقدمة، تكون الانتماء المذهبي والطائفي هو، وهذا غلط يا أستاذ عبد الرحمن، هذا بيبني بلد. إحنا مثل ما جاي نشوف اليوم هاي الأحزاب تريد تقودنا إلى حرب ويا إسرائيل، وإسرائيل منو اللي يدعمها أستاذ عبد الرحمن؟ إسرائيل تدعمها أمريكا والدول الغربية كلها. والعراق اليوم مثل ما جاي نشوف العراق بلد هش، ما بي لا عدة سلاح ولا منظومة عسكرية اللي تقود البلد، وهاي الميليشيات يعني إذا هي أبسط. يقول البعض نعم أخوي عبد الرزاق، يقول البعض هذا طبعا في حال يعني كانت هذه الادعاءات صحيحة بموضوع إسرائيل وأمريكا أنها الشيطان الأكبر، لأنه الكل يعرف أنه في تحالف من تحت الطاولة بينه وبين إيران، وكل هذا الصراع اللي يصير عشان إيران تقوي موقفها بموضوع الملف النووي. أكيد. أستاذ عبد الرحمن، اليوم الكل عرف بأنه إيران هي الضحي بجماعاتها، إيران ما يهمها أستاذ عبد الرحمن، أهم شيء مصالحها، أهم شيء تبني بلدها وتبني شعبها هي كدولة، هذا شيء خطأ. لكنه يا أخي مال الضحي بأزلامها بأعوانها، أتمنى على الميليشيات اللي موجودة بالعراق اللي هم تاكين جلدتهم تاكين بلدهم ولاهم الإيران، خلي أتمنى يعقلون وأتمنى يوعون بأنهم مصيرهم ترى مثل ما رموا حسن نصر الله اللي ربته من الزغور إلى أن انتهت المسؤولية مالته وانتهت المهام مالته وانتهت الخدمة رموه. فيا أخي أتمنى على الميليشيات اللي موجودة بالعراق أن يستعظون بأنه إيران ترميهم مثل ما ترمي الكاغد مال الفلنس. فاللي خليه ينتفون لبلدهم يبنون بلدهم، خلي الحكومة هي اللي يدير البلد، لا يكون دولة وسط دولة. فاليوم احنا جاي نشوف يعني لبنان ماكو دولة اللي تقوده، فلذلك اليوم إسرائيل تسرح وتمرح بإيران بلبنان تضرب، لأنه ماكو أخي دولة وسط دولة، ما يصير هيكي، يعني مفروض يكون أكو رأس حتى على مود تتفاهم ويا الدول. اليوم لبنان يعني لا نجي نشوف الحكومة اللي هي طيب حتى لا نتشعب
بجميع الأحوال وصلت الفكرة، ولكن يعني حتى لا نتشعب إلى موضوع إقليمي وموضوعنا داخلي كما تعلم أخي عبد الرزاق، شكرا جزيلا لك. وبهذا ننتقل إلى ملفنا الثالث، وهو تحول القطاع الصحي المتهالك على مدار عقدين من الزمن إلى رافد رئيس من روافد الفساد في العراق، لما يوفره من عقود ومناقصات تدخل أموالها في جيوب الأحزاب والميليشيات وجهات نافذة في الحكومة التي تسعى بدورها إلى استثمار هشاشة نظام الصحي والمساهمة في ديمومته. ويرى مراقبون أن حالة التردي التي تسيطر على القطاع الصحي هي نتيجة متوقعة لسوء الإدارات المتعاقبة على وزارة الصحة المتورطة بسلسلة من الصفقات أو الصفقات المشبوهة والتي يماط عنها اللثام بين الحين والآخر. وقالوا إن ماكينة الفساد في وزارة الصحة مستمرة مع استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم المصالح الشخصية والحزبية على حياة المواطن. وفي مشهد ليس مستغربا في عراق ما بعد 2003، رصد أحد المواطنين نقل أجهزة طبية بسيارة مكشوفة، سيارة حمل مكشوفة، وسط حالة من التهكم على ما آل إليه القطاع الصحي في العراق. فلنتابع معا. ماشيني هذا مرتفع؟ ما طب بمعنى ناقلينه؟ دايم ولكم ناقلي لكم عربينا أقول لك طب العراق يا مصطفى. إذن وانتقد أحد الناشطين أيضا من محافظة ذي قار إهمال المسؤولين لفتح البناية المخصصة لإجراء تصوير البيتسكان، والتي هي عبارة عن تقنية تصوير تبين صورا ثلاثية الأبعاد لبعض أعضاء الجسم، ويعتبر الفحص مفيدا في الكشف عن العديد من الحالات أو تشخيصها، بما في ذلك العديد من أنواع السرطان وأمراض القلب واضطرابات المخ. ولوح الناشط باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم افتتاح هذه البناية، التي سبق أن وعد المسؤولون قبل سنة أن يكون الافتتاح لها خلال 3 أشهر. وأكد على أنه سيباشر بنصب خيام اعتصام أمام دائرة الصحة في ذي قار لغلقها ورفع سقف المطالب، إلى إقالة مدير الدائرة وكل المسؤولين المهملين لمسؤولياتهم في حال جرى تسويف أو في حال جرى تسويف المطالب. فالمشاهد معا هذا الفيديو. مولي بنصها جوه جهاز بيت اسكان. هذا شنو الجهاز؟ أغلب أهل الناصرية وأهل ذي قار مركز مدينة وقضية ونواحي نجف كربلاء بغداد بيش يعالجون المريض الواحد؟ 1,850,000. ما عنده ما عنده شو يسوي؟ مات. منين يبوك؟ ما عنده. هذا جهاز بيت اسكان، هذا كامل، مع العلم قبل سنة طلع بلقاء دكتور راشد، طلعت أنا هنا صورت وقالت 3 أشهر ينفتح الجهاز. خلصت صار له سنة والجهاز ما مفتوح، هذا الجهاز خلينا نسولف شيء، نسولف بالواقع. طبعاً مع احترامات الأطباء الخيرين عالراس، والله يحفظهم إن شاء الله. بس اكو بيهم عصابات ودواعش، شلون؟ هذا الجهاز اذا انفتح راح يضرهم كلش يعني. وهذا حتى المستشفيات الاهليه هم معارضين عليه. إذن هناك بطبيعة الحال كما هو معروف اتهامات للقطاع الحكومي الصحي والقطاع الطبي في الحكومة العراقية بأنه يهمل لأجل أن يضطر المرضى للذهاب إلى المستشفيات الأهلية. كيف علق العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. حيدر ابن الناصرية قال حتى أجهزة الرنين كلها عطلوها بالمستشفيات الحكومية، صار لها أكثر من 4 أشهر. حسين عزيز قال لجان الرقابة شنو شغلكم؟ بس امتيازات وعلاقات. عبد الهادي العسكري قد مظلوم الناس، جهاز مهم لا يعمل بسبب طمع وجشع بعض الأطباء والمستشفيات الأهلية.
صحة ذي قار المحافظ النزاهة شنو شغلكم بس رواتب ومناصب؟ يسأل عبد الهادي سجاد سعدون. قال يتعمدون يهملون مستشفيات الحكومية حتى يصير إقبال الناس على الأهليات. أم علي قالت والله بصالة الولادة وكتلتنا الريحة مو طبيعية، ومريضتنا تحسست من قد الجيفة وجسمها كله صار أحمر هو وجهها، وتالي نقلناها لغير مكان. من سألنا قالوا عادي بالزونة ميتة بالسقف لو جريبي. ربما شر البلية ما يضحك يا أم علي. حسن التميمي قال حتى يتكسروا من تراجع المستشفى يقولون الجهاز عاطل. إذا حسن التميمي ختم لنا هذا الملف وهو ملفنا الثالث. نذهب إلى الملف الرابع لهذه الليلة مشاهدينا وهو الأخير، حيث ومع بدء العام الدراسي الجديد في العراق بدأت تتوالى فظائع استعدادات وزارة التربية والتعليم لهذا العام، بما فيها تهيئة الأبنية المدرسية وتنظيفها لاستقبال الطلاب. فعلى الرغم من أن تعليمات وأنظمة وزارة التربية والتعليم تمنع إشراك الطلاب والطالبات في تنظيف مدارسهم، إلا أن واقع الحال في بعض المدارس الحكومية مغاير تماما، حيث لجأت إدارات بعض المدارس إلى إشراك طلابها وطالباتها في عمليات النظافة لتعويض النقص في الموظفين موظفي النظافة. واشتكى بالتالي عدد من طلبة إحدى المدارس من توجيه إدارتهم لهم بتنظيف الصفوف في وقت كان يفترض فيه أن تستقبلهم تلك الإدارات بأبهى صورة في بداية العام الدراسي. فلنتابع معا مشاهدينا هذا الفيديو. بس احنا نجي ننظف شيني ما يصير من حالة شين من حالة هاي نجي ننظف احنا ناشد التربية طالب يجي أول يوم يدرس احنا نجي ننظف شيني ما يصير من حالة شين من حالة هاي نجي ننظف احنا ناشد التربية. والله يا أخوي بدك تتعلم بدك تنظف. إلى ذلك قال عدد من طلاب إعدادية مسلم بن عقيل في قضاء الكوفة في النجف إن إدارة المدرسة طلبت منهم تنظيف الصفوف المدرسية وتنظيم وترتيب المقاعد الدراسية على الرغم من أنهم كانوا يرتدون ثيابا جديدة ونظيفة. وبحسب الطلاب فإن الإدارة ساومتهم بين القبول في المدرسة وضمان مقعد دراسي فيها وبين تنظيف الصفوف، إذ إن من يمتنع منهم عن الاستجابة للتنظيف سيتعرض لاحتمالية عدم قبوله في المدرسة، في مشهد أثار غضب أولياء الأمور وهذا حقهم. فلنشاهد إذن هذا الفيديو. مسلم بن عقيل قالوا لنا نظف هاي الشعب ولا نعطيكم اوراق قبول؟ عود احنا طلاب جدا. شوف هسه هذا حاله حال الضيف شوف قميصه خرب وشي مدرسه والله مدير التربيه شنو ذا البال طلاب شنو ذا البال ما يعطيهم الا ورقه قبول ليشيلون الرحلات. هاي مدرسه اعداديه مسلم بن عقيل قالوا لنا نظف هاي الشعب ولا نعطيكم اوراق قبول؟ عود احنا طلاب جدا. شوف هسه هذا حاله حال الضيف شوف قميصه خرب وشي مدرسة والله مدير التربية شنو ذا البال طلاب شنو ذا البال ما يعطيهم الا ورقة قبول ليشيلون الرحلات. إذن كيف تفاعل وعلق العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. نجاح راهي أبو نشأة هذا لا يجوز يا إدارات المدارس، الطلاب ملابس جديدة وفرحان يريد يداوم تتلقاه بالتنظيف يا أخي حتى لو من جيبك عمال اثنين وتخلص الشغلة. إذن حيدر المقصوصي وزارة التربية ومديرو المدارس نايمين قاعدين ما استحيتوا قذارة المدارس وكهرباء ماكو شنو اللي مقدمين للطلبة. علي قاسم إداري منظفي خدمة شنو شغلهم؟ التربية والمدراء وين؟
أشوف أغلب موظفي خدمة لابسين قوت وقاعدين ويا المدرسين، حتى المدير يستحي يحكي وياهم، المفروض يصير تشد عليهم على الأقل ينظفون الصفوف. إذا سمير النداوي يقول والله العظيم أغلب المدارس هذا وضعه اليوم باتهم نفس الحالة، جتي ملابسها كلها التراب. الرقية التميمي قالت موظفين الخدمات اللي عينوهم هالسنة بالآلاف وينهم؟ شنو شغلهم؟ مدرسة واحدة يعينون بها 10 عمال خدمة و10 حراس يكدسوهم بمدرسة معينة ومدارس بلا كوادر؟ إذا تسأل رقية. محمد أبو رضا المالكي يقول وزارة التربية ما يصير هيك، وجه مدراء المدارس على تنظيف، وجه البلدية على تبليط الشوارع أمام المدارس، كلها تراب وأوساخ 2024 وهذا حالنا والله عيب. إذا مع محمد أبو رضا المالكي نختم ملفنا الرابع لهذه الليلة. وأثارت مناظر اكتظاظ الصفوف في كثير من مدارس البلاد مع نقص كبير في الكتب المدرسية غضب واستياء أولياء أمور الطلبة كما شاهدنا مع بداية العام الدراسي الجديد، لا سيما بعد إعلان وزارة التربية عن إكمال جميع استعداداتها لاستقبال الطلبة. وبدأ العام الدراسي بالتحاق أكثر من 13 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في العراق، في حين تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس يقدر بحوالي 9000 مدرسة كما تقول وزارة التربية. ونتيجة للاكتظاظ والنقص الكبير في أعداد المدارس الحكومية، توجهت وزارة التربية للعمل بنظام الدوام المزدوج، وهو ما يفند مزاعم المسؤولين الحكوميين بشأن بناء مدارس جديدة وافتتاحها أيضا. المزيد من التفاصيل في سياق هذا الإنفوغرافيك التالي الذي أعده لنا وأنتجه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين، فلنتابعه معا. لا مسؤول لا جهات رسمية اجت تكملته ولا شافته ابد، والهيكل مال المدرسة القديمة ديش كلش بناء تعبان ممكن يسقط على المعلمين والتلاميذ بأي لحظة، خاصة فصل اللي يعني فصل الشتاء الجاي يعني بالأمطار. محافظ النجف يقول عازم على إنهاء المدارس الكهربائية. تفضل يا محافظ النجف، هاي مدارسنا النموذجية في قضاء المشهار، هاي مدارس الشهر، هاي مدارس الشهر، هاي كبالكم حشيش، هاي جواها حرفك، هاي كبالكم، هاي كله، هاي كله ما كانت بذاتكم.
شنو موضوع الكتب شنو؟ اخ شوف استلمنا كتب ما شاء الله اليوم كلها بشقيقة. زين هذا الطفل او الطالب شلون يصير له واهس ويقرا بيه؟ إذن وتحول بدء العام الدراسي الجديد في العراق إلى فضيحة تعليمية جراء تردي واقع التعليم وتدني مستواه. والتحق الطلاب بمدارسهم في ظل غياب الاستعدادات التي لطالما تبجحت بها الحكومة في الأشهر الماضية في أجواء يسودها الفوضى وعدم تهيئة الأبنية المدرسية لاستقبال العام الجديد. وبدلا من معالجة ما سببوه من كوارث، سارع السياسيون وزعماء الميليشيات إلى نشر تبريكاتهم بمناسبة بداية العام، وكأنهم حققوا للتعليم معجزة كما يقول مدونون وناشطون. وانتقد مدونون عراقيون ومغردون الإخفاق الحكومي في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب عبر وسم العام الدراسي الجديد الذي اخترنا منه التغريدات التالية فلنتابعها. اللاوندي على ما أعتقد كذا يسمي نفسه على منصة إكس العام الدراسي الجديد وهو الوسم. وزارة التربية تقول إنها أكملت استعدادها للعام الدراسي الجديد، أعتقد أنها تقصد المدارس الأهلية ومدارس الاستثمار لبعض السياسيين وبعض رجال الدين. أتمت استعداداتها كما أو خمايل حسين على ما أعتقد هكذا هو الاسم. عام دراسي جديد مخيب للآمال، طلاب بدون كتب، مدارس بلا كوادر، متفرغة للامتحانات، رحلات عرجاء، سبورات ممزقة، فلا تجمل الفشل بمنشورات مزيفة، هاشتاج العام الدراسي الجديد. حسين قال عدد الطلاب بالصف 60 طالب والمدرسة 4 دوامات والحصة ربع ساعة، المدارس الحكومية هاشتاج العام الدراسي الجديد. علي المحمود قال أو غرد قائلا نتمنى لطلبتنا الأعزاء في العام الدراسي الجديد التفوق والنجاح والإصرار على مقاومة ما يمنعهم لتحقيق حلمهم. إذن مع تغريدة علي نختتم حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوتكم. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.